دايما كريم طارق اسمه مرتبط بالاهلي والزمالك كل سنه، دايما مرشح، دايما بنسمع، دايما بنشوف فيه مفاوضات. الاهلي عاوز، الزمالك عاوز، فهل الموسم الاخير بالفعل وصل ليك اي عروض من الاهلي او الزمالك؟ الموسم الاخير لا، لكن قبل كده كان حصل تفاوض مع الزمالك اكتر من الاهلي. كمان الاهلي يمكن كان كلام وكل اكتر شويه، كان في كلام في الزمالك، بس الفتره دي كانت الزمالك حصل له يمكن مشاكل اداريه شويه وما تعاقدوش مع اي لاعب في الفتره دي. بس لكن الزمالك كان قريب يعني، بس ما حصلش نصيب يعني. بقالك فتره كبيره في الدوري المصري، في بعض اللاعبين بينتقلوا للاهلي والزمالك ومش بينجحوا من اول تجربه، وساعات كمان ممكن يسيبوا الاهلي وينزلوا كمان لمستويات لانديه اقل من الاهلي والزمالك. شايف ده انتقال الاهلي والزمالك ممكن يكون سلاح ذو حدين للاعب؟ هو انا طول عمري مقتنع ان مش اي حد يلعب اهلي او زمالك او حتى منتخب مصر، ان الضغط اللي موجود في اهلي او زمالك مش موجود في اي نادي تاني. فانت مهما كنت لعيب جامد او حاجه، انا بشوف ان هي بتختلف على الشخصيه والعقليه في الحته دي اكتر من انت لعيب جامد او مش جامد. في لعيبه كتيره جدا جامده جدا بس ما نجحوش في اهلي ولا زمالك، او حتى راحوا منتخب مصر ما نجحوش. والكلام ده مش في مصر بس، الكلام ده بره برضه، تبقى لعيبه جامده جدا تروح ريال مدريد او برشلونه وما ينجحوش. فهي الفكره كلها بتختلف عقليتك عامله ازاي وشخصيتك في الحته دي يعني. كريم طارق مؤهل يلعب للاهلي او الزمالك؟ انا مقتنع بده جدا، طبعا انا اقدر العب اهلي وزمالك ومنتخب مصر ان شاء الله، وعندي اهداف كتير عايز احققها، ويعني مش هسكت غير لما احقق الاحلام دي ان شاء الله.